يا صباح الخير لكل اصدقائنا ومشاهدينا، واهلا بيكم وحلقه جديده من الستات ما بيعرفوش يكذبوا. قبل ما نبتدي حلقتنا بمسي وصبح برضه، اصل احنا نفس الطريقه، اصل احنا بنصحى بنحس ان احنا في الصبح لسه. صباح الخير ومساء الخير، ازيك يا مفيدة؟ عامله ايه؟ مساء الخير، صباح الخير عليكي. الاثنين مع بعض. ايه اخبارك؟ صباح الخير بالليل. كله تمام؟ الحمد لله. العيد قرب خلاص، كل سنه وانتم طيبين. الوقفه يوم الجمعه طبعا، واحنا في ايام مفترجه جميله، العاشر من ذي الحجه، وفيها صيام وفيها ذكر الله، وحاجه جميله. الناس كل معظم البيوت صايمه، بتقيم الليل، بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، بنكبر لحد بقى وقفه العيد ان شاء الله. حلوه وخير، واللي ما يصومش كل ايام العشر دي يستحب يصوم ليله الوقفه، يعني اللي يوم الجمعه. يوم الجمعه مع ان هي جايه جمعه، لكن برضو اوكي ما فيش مشكله ان احنا نصوم، لان هم كان بيقولوا حرام ان تجمعي معاها يعني خميس وجمعه كده، ما تفرديش الجمعه لوحدها، ده الله اعلم. لكن نصوم ليله الوقفه برضو يعني مشاركه منا مع عرفات، وايام مفترجه جميله، ربنا يتقبل منا طاعتنا جميعا يا رب ان شاء الله. بما ان احنا بنتكلم في الايام المفترجه دي، فمش عارفه يعني سهير وفريق الاعداد ورئيس التحرير حطت لنا سؤال، انا اول ما قريته بصراحه حسيت ان انا باخد موقف من السؤال، يمكن ان الموضوع حساس جدا. احنا بنتكلم، ولما سالتها قبل ما اقول لكم السؤال، لما سالتها ليه انت حاطه السؤال ده، قالت لي احنا عايزين نحاول ان احنا نغير نظره المجتمع للموضوع ده. وموضوعنا النهارده او سؤالنا النهارده عن لما بتكبر ويتقدم بيك العمر، ممكن تروح دار مسنين باختيارك وليه؟ لما قلت لها انا الموضوع ده بيجيب لي كله في دماغي، قالت لي عايزين نغير زي ما قلت لحضراتكم نظره المجتمع. هل احنا نقدر نغير نظره المجتمع لموضوع كل ما يتعلق بموضوع دار المسنين، واروحه باختياري ولا ما اروحش باختياري، ولا لو ولادي ما قدروش يبقى انا هروح؟ انا ما عندي كله في دماغي في الموضوع. وانا زيك يا مفيده، احنا ما بين قعدنا فتره ما بين مؤيد ومعارض، والمعظم الناس معارضه جدا. انا واحده منهم، امي او ابويا دار مسنين ليه، لكن ما فيش شك ان عايزين نقول ان في تحول في المجتمع، وفي ناس سواء مقتدرة أو مش مقتدرة ابتدوا فعلا يروحوا بنفسهم. ست لما تكبر لو هي مقتدرة عندها فلوس وأولادها مثلا بيتعلموا في الخارج، وهي مش عايزة تقعد مع حد بيخدمها في البيت، عايزة تكون في وسط مجتمع في سنها، بيقروا حاجة، بيناقشوا حاجة، بيطلعوا رحلة مع بعض. وإحنا شفنا نماذج اللي كانوا بيتجوزوا فوق 75 سنة، راجل وست تقريبا في دار مسنين. فما فيش شك إن المجتمع بكل شرايحه بقى ابتدى يتقبل الحكايه دي، ولو ان انا معاكي في الراي، انا مع اني مش كل اللي يخليني يعني ولادي يسيبوني اقعد لوحدي. انا مفيش حاجه اسمها فين العيله، انا مش جاي، انا مش من المدرسه دي، انا مش من المدرسه دي، انا موجود دار المسنين على عيني وعلى راسي، بس انا لا ينفع اودي امي دار مسنين حتى ولو هي يعني مش قادره تتحرك، ده حد من اصحابها لو هي حتى عظم في قفه. طب لو هي وأنا ما لهاش حد خالص، ملهاش اولاد، مفيش حاجه اسمها كده، ايه هي مخلفه ثلاث شحوطه؟ لا لو هي ما عندهاش دول الثلاث انا لا لا انا بتكلم لو هي ما عندهاش، لو هي ما عندهاش يبقى عندها اخ، عندها اخت، الرحمه بالناس. عايزه اقول لك احنا قبل ما نطلع الفصل زمان كانوا يجيبوا حد من القرايب يربوه صغير، بتقول لي لو انت احتجتي وبنتك مش موجوده ترجع، لو هي في اي حته، لو انا لا انت بتتكلمي بالعواطف، لكن ترجع انت بتدرس بره وعندها اسرتها وجوزها ولادها، خليها تصرف بره، دي انا شقيت وتعبت وربيت وكبرت. نموذج لما اجي احتاج بنتي او ابني او اقول لهم انا محتاجاكم، لازم يسيبوا اللي في ايديهم، لان ده 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 ثوابه اكبر. حلو جميل جدا، انا معاكي، بس انت محلقه قوي. معلش يعني معلش، كلنا بنودي ولادنا يتعلموا بره، وعملت بيت واتجوزت، خلينا نتكلم بهدوء، عملت بيت وبقى عندها اسره وعندها زوج وعندها اولاد. جميل. هنا الام مفيش حد يقعد بيها، تعمل ايه؟ احسن لها يجيب امها تقعد معاها، لان امها حاجه مهمه جدا في حياتها. هي تسيب بيتها واولادها؟ لا، تجيب امها تقعد معاها، تاخدها بره، تاخدها بره، ان هي مثلا محتاجه. ايوه يا منى، احنا يعني مش احسن من ان انا ارمي امي؟ انا معاكي في دار مش عارفه طبعا، بس انا عندي مشكله، لان انا رحت صورت مره اول ما السي بي سي، كنا اول سنه في السي بي سي فاكره، وكنا عاملين مسابقه وعاملين حاجه، وكان من ضمنها حاجه تخص عملنا تقرير يوجع القلب، حاجه تخص دار الايتام، يعني أنا دار المسنين. انا ما دخلتش اوضه عند حد الا وانا بكيت، ان كانت ست مش محتاجه، بس حزينه ان ولاد. يا جماعه يعني ايه مهما كانت يعني سعيده ومعاها اصحاب ومعاها وابويا لاي سبب، لاي والله العظيم لو عشان خاطر جوزي، شوفي بقى انا بحلف بالعظيم في ايام مفترجه، لو عشان خاطر جوزي
اهل امي وابويا الاول وبعدين يجي اي حد تاني. احنا بنشوف ازواج بيودوا امهاتهم عشان مراتاتهم مش عايزاها، ده يا شيخه ده منتهى الجحود، ده يعني إيه هيروح من ربنا فيه. في الاخر خالص كبرت وسهرت وكبرت، وما بقولش كلام افلام، لا طلع عينها وربت وكبرت وتعبت وشقيت وطبخت ونزلت وراحت جابت مدارس، ووقفت معانا في طلاقنا، ووقفت معانا في جوازنا، ووقفت معانا في تربيه عيالنا. طب انت ولما تعيا اقول لها سوري اركني هنا في دار مسنين. كل ده جميل جدا، وديننا بيحسنا على امك ثم امك، لكن طبعا لكن خليني، انت مش معايا ان على ارض الواقع فعلا في ناس بقت تعمل كده؟ الثقافة دي مش متعاطفة معاها، تنتشر عندنا شوية، مش متعاطفة معاها ولا أقبل أعذارهم. طب خلينا ولا 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 أتقبل أي كلام هيقولهولي يا مفيدة، أصل بيتي كان. أنت عارفة يا منى، من ضمن الناس اللي لما رحت صورت في دار المسنين راجل محترم جدا، فخبطت عليه في الباب الأوضة، فلما لقى كاميرا ورايا قال لي أنا آسف أنا مش هقدر أصور معاكي. فقلت له ليه يا حاج؟ قال لي عشان بنتي. فقلت له مالها بنتك؟ فقال لي جوزها هيطلقها. انت متخيله ان هو جوزها هيكون احد، هو خايف على بنته اللي رمياه في دار المسنين علشان ما تطلقش، وبنته مش خايفه ولا قلبها بياكلها على ابوها اللي عايزاني اتعاطف؟ لا انا معلش انا اسف. انا اول كومنت قريته على الفان بيج بتاعتنا يعني قطع قلبي وانا قاعده هو يعني منار حسني بتقول انا لو ما لقيتش العنايه والاهتمام بيا من اولادي وحسيت اني غريبه في وسطهم هروح بكرامتي. بص هروح بكرامتي دي تحتها 100 خط. ازاي يعني؟ الا اذا كان عندي مكان خاص، شقه مثلا، ساعتها هجيب واحده تخدمني. فطب واللي ما عندهاش شقه خاصه، واللي ما عندهاش فلوس تعيش وتجيب حد واحده تخدمها وتساعدها في البيت، تروح بكرامتها؟ واني يعني مش يا منى انا البركه موجوده طول ما الاب والام بالذات موجوده. يوم ما انت تقرر او تقرروا ان عشان خاطر الحياه بتاعتكم تمشي فتشيل البركه من مكانها وتنميها في حته تانية. والله قلتي حاجه حلوه، البركه بركه بتنزع البركه، لان امك دي اللي ربنا بيكرمك عشانها، امك اللي ربنا بيزيدك عشانها وبيكرمك عشانها. يعني منتهى القسوه، منتهى يعني احنا يعني بصي يا منى رغم يعني ان سهير السؤال ده يا سهير ده عايز حلقات وحلقات يا سهير، عايز حلقات. دار المسنين ثقافه اجنبيه انا لا اعترف بيها، ده رايي وانا اسفه طبعا انا بفرض رايي على الهوا، بس عايز أقولك انا بقول لكم اللي انا حاسه بيه ان في ثقافه مش بتاعتنا. في بره يعني واحده سالت عن الاسلام لما شافت واحد كل يوم يخرج يبوس ايد امه على باب البيت، قالت ايه ده؟ ايه الدين ده؟ دار المسنين ثقافه اجنبيه جحده قاسيه، لا ما عندهاش اي نوع من المشاعر ناحيه الاب والام، لان هم اتعودوا من سن 18 يسيبوا بيتهم وما يبصوش وراهم. احنا عايزين حضراتكم تتصلوا بينا، يعني اللي شايف انه في اي ظرف ده، اي تحت اي مسمى واي ظرف، انا ممكن فعلا اخرج بامي واقعدها في مكان تاني حتى لو كنت يعني املك فلوس الدنيا كلها. خلينا نسمع خلينا احنا مكملين واراء حضراتكم هيكون معانا، بس هنطلع لفاصل ونرجع بعد فاصل نشوف ارائكم وكمان نتكلم عن موضوعنا النهارده وهو موضوع مهم بعد الفاصل. مرة تانية مع حضراتكم، وقبل الفاصل كنا بنتكلم في سؤال من وجهة نظر رئيس التحرير سهير جودة، كانت عايزة ان تحاول ان احنا نغير المفهوم في موضوع لو احنا بجد كبرنا وتقدم بينا العمر ومش لاقيين مكان، هل تتقدم فعلا وتروح وتعيش في دار مسنين؟ انا اعلنت اعتراضي. منى قالت ان في مجموعة من الناس بيفكروا في كده، بس هي من وجهة نظرها طبعا يعني معاكي في الرأي، يعني اولاد الحلال اللي ربناهم وفيهم خير المفروض بالزبط. يعني لا يمكن بأي شكل من الاشكال انت عشان خاطر جوزك تخافي منه فتودي امك، وانت عشان خايف من مراتك تودي امك، حاجة مهزلة. انت حتى لو اللي قاعدة معاكي دي حماتك يعني مش امك انت شخصيا، تشيليها على العين والراس، لان الايام دوارة بتدور بيرجع تاني. طب خلينا ناخد كل حاجة بنعملها بتقعد لنا لاولادنا. انت ليك حق في الكلام ده 100%. ناخد محمد. معانا محمد. محمد ازيك يا محمد؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب واهل الشرقيه كلهم اهلي وناسي طيبين. الله يخليك يا مدام مفيده. اتفضل. انا عن نفسي لو في دار مسنين هروح دار مسنين. ماشي؟ ليه يا محمد؟ هقول لحضرتك على حاجه، اولا يعني انا قريت على الفيس انت بتقولي في واحده كاتبه هروح بكرامتي. اولا لو جبت حد يخدمني، انت عارفه مجتمعاتنا هنا السرقه من الشغالين
وممكن ما تأمنيش على حياتك، ممكن يقتلوك كمان، واخد بال حضرتك؟ ثانيا افرض ان انت عندك بنت واحده مثلا وجوزها مصر انها تعيش معاها، سواء اذا كنت انت زوجه او زوج، اقصد يعني ام او اب. اه فاهمه. هتطبخي كده هتعملي ايه يعني؟ واخد بال حضرتك؟ مش انت اللي هتعمل. عارف يا استاذ محمد هو النقطه في ايه؟ اه انت كأب هتبقى خايف على بيت بنتك او بيت ابنك، انا كبنت هبقى خايفه عليك لان انا بنتك او هو ابنك، يعني انا بخاطر ان هو قالت له تعالى بس هو رفض، هو برضه عايز يحس انه في مكانه. عليكي في الكلام، هقطع عليكي في الكلام، احنا لينا اخوات بنات وكده ما بنشوفهمش الا كل شهرين ثلاثه مره. واخد بال حضرتك؟ ده غلط. لا يعني ده غلط. ما مش هنتجمل قدام التليفزيون يعني، هي دي طبيعه الشعب المصري، دي طبيعه الحال يعني، كلنا هذا الشخص بنطمن على بعض بالتليفونات وعلى قرايبنا وارحامنا يعني. المفروض لكن لا دينيا ولا اخلاقيا يعني، احنا لا حصلنا بره ولا حصلنا جوه بالظبط يعني. انا لما عارف يا استاذ محمد لما تيجي تقول لي انا ليا اخوات بنات ما بيسالوش علينا بالشهر، اقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ليه ما يتسألوش على اخواتكم؟ ليه ما تسألوش على ابهاتكم وامهاتكم؟ ليه ما تسألوش؟ ايه اللي هيمنعكم؟ ايه هو السبب او العذر الرهيب اللي ام او بنت ما تسألش على امها كل يوم الصبح ازيك يا ماما عامله ايه اخبارك انت كويسه ولا بصحه؟ الاخ ازاي ما يسألش على اخته؟ يمكن مش عارفه، يمكن انا مدرسه. شكرا يا استاذ محمد ليك، لان والله يا بزياده او تربيت بهذا الشكل يعني عين العقل والله، ده انت اول مره تتكلمي على الكلام. انا هقول لك حاجه، انا اللي انا فيه ده انا جاي من تربيه انا ابويا الله يرحمه اقسم بالله العظيم لغايه ما كان بيتوفى وكان بيروح لمرات ابوه، شوفي بقى مرات ابوه باخواته يروح يسال عليهم، وكان ياخدنا واحنا كنا صغيرين، يا عم انت هتاخدنا وهتودي يلا منك ليه عشان تروحوا تزوروا الناس، اخوه. احنا اتربينا، انا بحس ان احنا لما بنزرع في اولادنا اللي ابويا عمله فينا احنا بنطلع بالمنظر ده. انت عملتي حاجه يا سهير في ايام مفترجه، احنا قطعنا ما امر الله به ان يوصل، وقطعنا ده بيقول لك سل من قطع بالظبط، واعطي من حرمك يعني، حتى لو كانت مرات الاب دي حتى ست وحشة هو يوحي برها، ده ايه ده منتهى التقوى والبر. ولو تشوفي كانت بتعامله زي بتموت فيه الله يرحمه. لكن انا يعني السؤال ده بعتذر، السؤال ده انا وعدتكم ان احنا هنعمل فيه حلقة، واسفين طبعا لبقيه التعليقات اللي بقيتش، اسفين لكل اصدقائنا يعني. حلقتنا النهارده برضو اعتقد حلقه تودينا السجن، لان احنا بنتكلم طبعا على انتوا شفتوا اليومين دول الحكومه نزلت، وبالذات وزاره النقل نزلت اتوبيسات جديده بواي فاي وكبيره ومكيفه ومنظمه والكلام ده كله، والتذكره ب 10 جنيه. انا قبل ما اكمل كلامي، انا مش معترضه خالص نهائي على المنظر الحضاري اللي فيه، ولا معترضه على ان احنا نزلنا اتوبيسات، لكن انا اول ما نزل الاتوبيسات ده كان بيتوقفني سؤال، طب هي الاتوبيسات دي نزلت على مكان اتوبيسات تانية ولا تكمله الاتوبيسات تانية؟ ولو هي كده انتوا هتعملوا ايه في الميكروباصات؟ يعني انا شايفه ان انتوا لو انتوا قررتوا انكم تنزلوا المنظومه دي وتدفعوا الملايين دي وتعملوا الشكل الحضاري ده، واللي هو كل 15 دقيقه الاتوبيس يجي وياخد مكان، جميل، بس انت ضامن ان الاتوبيس ده هيجي في 15 دقيقه مش هيقف قدامه ميكروباص بينزل وبيحمل او بيطلع او غصب عنه اتخانق مع اي؟ لا هم عاملين له ظابطين له المواعيد، وعاملين له طبعا كمان نظريه يعني، عاملين التتبع ان هم يعرفوا السواق ماشي فين وبيقف فين وطريقه معاملته مع جميل مع الركاب ازاي. بس هل انت تضمن يا منى ان الاتوبيس ده هو ماشي في الشارع ما يوقفش في اشاره زي ما احنا كلنا واحنا بنمشي في الشارع؟ ما هو ده بقى الراي الاخر اللي بيقول ان انتوا بتعملوا كده فوق الارض. لا، الحل فوق تحت الارض، ان احنا دايما نعمل اندر جراوند، نعمل المواصلات تحت، لان احنا عندنا بره كثافه رهيبة، عندنا تلوث، عندنا زحام مروري مش طبيعي، فده مش حل. والبعض بيقول ان احنا لا، احنا نفتقد للاستراتيجية اللي قدام، يعني محتاجين تخطيط لقدام يحسن المنظومة كلها، ودي الاستراتيجية الغايبة اللي احنا بندور عليها، مش ان احنا نزود عدد. انا معاكي في احنا استراتيجية، احنا ما عندناش تفكير لبكرة. ليه؟ لان انا لو انا موافقه ان وزاره النقل لازم تعمل اتوبيسات ولازم توفر سبل النقل، بالذات كمان ان انت عامل التذكره ب 10 جنيه، ولو انت قلت والله انا بحاول ارسم او اعمل خريطه ان كمان اصحاب العربيات يركنوا عربيات، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا 4 مليون بس، وعندك 22 مليون مواطن مصري بيركب كل يوم المواصلات، فال 4 مليون دول مش هم اللي هيعملوا الازمه. لكن هل فكرت في ان زي دول بره لندن وامريكا وفرنسا ما فيش حاجه اسمها ميكروباص؟
مفيش حاجة اسمها توك توك، مفيش حاجة اسمها عربيات الثلاث ركاب والاربعة ركاب اللي مالهمش أي هوية، مفيش حاجة اسمها عشوائية في الوقوف كده في أي حتة، النقل وكل محطة مرسوم ليها خريطة. صحيح. لما توصل للتقنية دي يبقى نزل أوتوبيسات، ده وجهة نظري، لكن هنتكلم فيها ونحاول يمكن تكون وجهة نظري غلطانة، يمكن هم شايفين وجهة تانية، يمكن عندهم آراء مختلفة، ده اللي احنا هنعرفه. يعني في كمان بعض الأماكن، في ناس كلمونا قبل الهواء قالوا لنا إنه مثلا عندك في المعادي شارع 9 ده من ميدان النافورة لشارع 9 لآخره مفيش أي أوتوبيسات تدخل جوه، انت عايزه تركبي حاجه عشان تروحي عندك اماكن اصلا مش متخططه لها ان الاوتوبيسات دي تدخل. اذا انا قبل بقى ما اعمل الاوتوبيس المكيف الواي فاي ده ابو 10 جنيه التذكره بالانترنت والكلام ده كله اوضب المنظومه، لو حتى منطقه واحده، يعني انا لو انت قررت تنزل مثلا في المهندسين والزمالك او الهرم، اعمل خريطه ان انت بالاوتوبيسات دي بكله تنزل تخش الاماكن بتاعتك، لان ده حق المواطنين. ما هي لو الطرق متخططه اصلا على كده احنا عندنا موضوع مهم، موضوع مهم جدا، لان احنا عندنا زحام اوريدي في الشارع، فمش عايزين يتقال ان كمان ده فوق ده فوق ده، ما بقناش عارفين نتحرك في الشارع. سؤالنا النهارده اللي علاقه بالموضوع، ارجوكم شاركونا فيه. السؤال بيقول ايه رايك في خدمات النقل العام في مصر؟ طبعا مستنيين تعليقاتكم وتليفوناتكم. ايه رايك في خدمات النقل العام في مصر؟ سيئه. انت حاسه بخدمات في امل؟ اوكي. انا عندي امل. انا عجبني في منى ان فيها امل. عندي امل ان شاء الله. في محاوله، في حوالي 400 كان بيقولوا كام اوتوبيس اتعمل من المنحه بتاعت الامارات. كتير. حوالي ما عندهم 600 ل 400. انا ما عنديش مشكله في الاوتوبيسات، هنمشيهم فين؟ بالزبط. فوق الناس. وبعدين دي كمان لو ب 10 جنيه زي ما انت بتقولي، محدودي الدخل هيعملوا ايه فيها؟ يعني 10 جنيه انا لو هنزل كل يوم يبقى انا عايزه كام؟ حاجه ياكلوها. عايزه كام في الشهر؟ 3000 جنيه. صحيح. ده بس لوحده. اشيل خميس وجمعه، مش يعني مثلا قولي ده رايح وبس، قولي 2500 جنيه رايح ولا راجع؟ رايح. تخيلي بقى مش رايح جاي. طب رايح جاي. خلينا نقول ان ضيوفنا هيتكلموا معانا عن منظومه النقل العام في مصر، هيكون استاذ طارق البحيري نائب رئيس النقابه العامه المستقله للنقل العام، وبعد كده هنلتقي يعني بعد الاستاذ طارق بقى مفيده في اتنين من خبراء واكبر خبراء في منظومه النقل، بيشتغلوا حتى بره مصر وعملوا استراتيجيات محترمه جدا، دكتور سعد الدين عشماوي استاذ اداره واقتصاديات النقل، ودكتور سامح العليلي استاذ التخطيط بجامعه القاهره. تمام. وعلى فكره ال 300 جنيه مش 3000 جنيه في 30 يوم، يبقى اذا هو 600 جنيه في الشهر. بالظبط كده، عشان بس ما نخدش الناس ده طول عمرنا فقره في الانجليش مفيده وبليده في الحساب. طيب الفقره اللي جايه، احنا الايام المفترجه دي ايام جميله جدا، بنحب دايما نسمع حاجات حلوه، اصوات حلوه، قراءه القران الحلو. في ظاهره انا هعتبرها ظاهره مصريه يمكن غابت فتره طويله جدا، كان زمان عندنا الشيخ عبد الباسط حمود، عندنا الشيخ منشاوي، الطبلاوي، الاسامي الكبيره دي كلها كنا بنسمعها. عبد الباسط عبد الصمد كانوا من ضمن سوري انا اسفه كانوا من ضمن المقرئين المهمين جدا. ظهر دلوقتي عمرو عطيه صوت مصري، يقال ان هو اللي هياخد او هيورث الاصوات اللي انا اتكلمت عنها، وانه صوته مميز جدا، علشان كده النهارده هو موجود معانا في البرنامج بيشرفنا عشان نسمع الصوت المصري الظاهره اللي هيرجع عظمه مصر في قراءه القران مره تانية. المبتهل عمرو عطيه. زي ما بتقولي مفيده، احنا كنا لينا السبق وكان لينا الرياده بمشايخنا اللي علموا العالم كله قراءه القران من خلال الازهر وغيره. النهارده معانا منشد وقارئ للقران شاب عمرو عطيه، انا سمعته بالفعل صوت جميل جدا وهيرجع لنا الرياده تاني، لان اتسحب من تحتنا البساط شويه. في اصوات جميله عربيه في العالم العربي كله ابتدت يعني كلنا نحبها ونعشقها ونسمع القران من صوتها، بس احنا عايزين المصريين برضو في النهارده هنتكلم، وعايزين اكتر من واحد، لكن من واضح ان عمرو ده يعني حاجه جامده جدا وعايزين نسمعه ونعتز بوجوده. طبعا فقره المطبخ هتكون موجوده معانا مدام ازهار، ومدام ازهار النهارده عامله لنا حاجتين جداد، كبده مغربي والصوره هي موجوده، واللي احنا شايفينه بالاشكال الحلوه دي هي مصاصه، بس مش مصاصه عاديه، هي بالكيك والفندان، ميني كيك كده بالفندان، وهي عاملاها بقى في حلوة الاشكال كده، شكلها رائع وجميل. مدام ازهار دايما تقدم الجديد يعني حقيقه. نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا عن منظومه النقل العام في مصر.
اكتر حاجه محزنه ان احنا يمكن من فتره طويله جدا 20 سنه او حاجه بطلنا نركب الاتوبيس الاحمر. فاكرين الاتوبيس الاحمر كنا بنشوفه في الافلام وكنا فخورين جدا وكان نظيف وزي الفل. الدنيا بهدلته ودخل مليون قرار وكل وزير يجي يقول لك احط واشيل والدنيا اتبهدلت. نهايه وصلنا ان الوزاره دي الجديده مشكوره بتقول والله احنا جايين لنا منحه من الامارات عندنا كم اتوبيس هننزلهم، الاتوبيسات دي مكيفه و و و و وهتساعد في ان هي تحل من ازمه المواصلات الموجوده. عملوا كده لقينا اعتراضات كتيره جدا ما لنا وما علينا في الموضوع ده. النهارده بيسعدنا يكون موجود معانا الاستاذ طارق البحيري او عم طارق البحيري. عم طارق البحيري هو سواق في الاصل ولكن ايضا هو نائب رئيس النقابه العامه المستقله للنقل العام. اهلا وسهلا بيك عم طارق، نورتنا. اهلا يا فندم. اهلا اهلا. بدايه عايزين نعرف راح فين اتوبيس اللي بتقول عليه مفيده، اتوبيس الغلابه البسيط اللي مش ب 10 جنيه، والازمه فين بالظبط؟ ما دام انت ايديك في المطبخ يبقى هتبقى عارف الازمه فين. والله هو لغايه 2003 كانت هيئه النقل العام في اهتمام بيها من الدوله، وكان وصل عدد اتوبيساتنا ل 4700 سياره. 4700 اتوبيس كبير كلها كويسه وصالحه وكلها صالحه للعمل، واخر دفعه سيارات كانت 2001. تمام. يعني احنا بنتكلم في 2003 وكانت اخر دفعه سيارات موجوده عندنا 2001 اللي هي المكيف راحة العبور والمستقبل اللي كان قبل كده اسمه 2001 دي لما كنت دخلت تلفزيون كان بيسموها ايه المكيفه؟ كان ليها اسم، كان ليها اسم انجليزي كده يو تي اس. ايوه المهم السي تي اي. السي تي اي. السي تي اي. ايوه كنت بروح بيه التلفزيون والطلبه كانوا بيروحوا بيه الجامعات. السي تي اي ده كان معمول مكيف وب 2 جنيه ونص والمواطن الغلبان يقدر يودي ابنه الجامعه ومش شايل هم انتقاله من البيت الى الجامعه والعوده. كنا بنيجي ناخده من موقفه ونجيب. ساعتها كان غالي كمان يعني ساعتها لما لا ما هو مكيف بالظبط ما هو مكيف، وكانت ساعتها التذكره بتتراوح بالربع و50 قرش، ربع جنيه و50 قرش. فكان المواطن البسيط لو ابنه دخل الجامعه مش هيل هم انتقاله لانه هيركب عربيه محترمه تمام ب 2 جنيه ونص رايح و2 جنيه ونص جاي، وكانت منين كمان ده من ميدان الحجاز للهرم مرورا بالجامعات، ده لحد 2003 وجامعه القاهره بالظبط. تمام. فكان المواطن الغلبان ما بيشيلش هم انتقال ابنه او بنته او بنته إيه ابنه مذكر يبقى تشمل الاثنين. فالمهم ابنه او بنته على كلام حضرتك انه ما بيشيل هم انتقاله. تمام. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل طبعا حكومه الدكتور عاطف عبيد دخلت في هيئه النقل العام عشان الخصخصه وبناء عليه، وهي دي الكارثه. طبعا المهندس نبيل المزني رحمه الله عليه وعمل مشروع اسمه تاكسي العاصمه. وعمل مشروع النقل الجماعي. تاكسي العاصمه ده فشل. لا ما انا هقول فشل ليه والتاني نجح ليه. هو عمل مشروعين، النقل الجماعي وتاكسي العاصمه. تاكسي العاصمه فشل لان المواطن البسيط صاحب التاكسي المنافس استمسك بكل قوه انه ما يتلغيش تاكسيه. فيعملوا له الحزام، اصر يعمل الحزام، يقولوا له الطفايات بقى يجيب طفايات، قالوا له يعني حاربوه. حتى في التراخيص والامن والمتانه صمد. ففشل تاكسي العاصمه. تمام. اما النقل الجماعي فهو في ايدين الدوله المنافس ليه اللي هو هيئه النقل العام. فبداوا يقولوا يبيعوا خطوطنا، خطوط هيئه النقل العام للنقل الجماعي اللي هو بتاع رجال الاعمال. النقل بتاعنا احنا كان اللون الاحمر. الاحمر وفي خطين بيض كده. النقل الجماعي خد نفس الالوان. امال ايه بس مكتوب عليه نقل جماعي؟ لانه في 2004 هم لما اتخذوا القرار في 2003 نفذوه في 2004. 2004 اخر دفعه سيارات دخلت كانت من الام سي في بتاعت شركه غبور السي 120. فلما دخلت باللون الاخضر اللي فيه الاكسيد الاصفر الاكسيد ده. فنزلوا كل النقل الجماعي ثلاث شركات بداوا معانا بنفس اللون. وخدوا بادج هيئه النقل العام محافظه القاهره زي بالظبط هيئه النقل العام محافظه القاهره، وحط اسم الشركه من اسفل. فالمواطن ما يعرفش الفنيات دي. فركب ده وركب ده. ده اول ما نزل كان بجنيه وباريزه. النهارده وصل ل3 جنيه. اللي هو دلوقتي الواي فاي اللي هو ب 10 جنيه دلوقتي، اللي هو دلوقتي بيبيعوا المواطن لرجال الاعمال. خليني صريح، انا بحل مشكله. يعني ده مش جديد؟ مش جديد. لا مش موضوع جديد. ثلاث شركات بداوا معانا ينافسونا في وضع هيئه النقل العام. الثلاث شركات دول انا كمنظومه نقل عام وليا تاريخ بادئ من نابورجيلا.
المفروض انا اكفأ اداره على مستوى الشرق الاوسط، اعرف ادير وانشئ خطوط. طيب هيئه النقل العام. ولكن لما يجي رجال الاعمال يدخلوا بعربياتهم معاهم اللون بتاعي ويعملوا كده، اللي داخل ثلاث شركات بقوا النهارده 33 شركه، واللي داخل ب 20 عربيه اول ما بدا عنده النهارده 160 عربيه. اذا المشروع مربح. طيب فين بقى هيئه النقل العام؟ ليه ما قادوا عليها لهؤلاء القوم ومش قادرين تقوموا ولا تعترضوا؟ نقوم نعترض على ايه اذا كانت الدوله اللي احنا بنقني ليها كل احترام وتقدير؟ ولما اذكر الدوله اذكر رئاسة الوزراء ومن يحكم هذه ومن يقوم طيب. بده طيب لا يحترم حق المواطن في مواصله رخيصه. مش محترم المواطن في مواصله رخيصه. النهارده لما بتنزل له اتوبيس ب 10 جنيه انا ابني يروح فين بال 10 جنيه؟ يعني رايح فين؟ وفي نفس الوقت انا اقدر اادي الخدمه دي وانت حايش عني الاداء اللي انتج بيها وانا اللي بقى المواطن. ايه هو بقى الاداء اللي هو الاوتوبيس؟ احكي لي ايه الحل. يعني انا دلوقتي بعد التقرير انت عايز، لا ما عندناش عندنا تقرير؟ عندنا تقرير، لو في تقرير نتفرج عليه. لا ما عندناش تقرير. طيب. لا ايه الحل يا عم عمر؟ الحل انا دلوقتي بقول ونشدت وكتبنا ملفات وقدمناها. انت قدمت الملف بتاعك ده لمين؟ اولا في ملف في وزاره القوى العامله وتم رفعه لوزير لرئيس الوزراء. ومحافظ القاهره عنده ملفات ورئيس الهيئه عنده ملفات. الحل ايه؟ الحل ان انت تعود لمنظومه تخطيط قويه لرفع المواطن من عباءه رجال الاعمال. ازاي؟ اقول انت دلوقتي جبت لي 200 عربيه في الاخير. ها. اما انا كان عندي 4700 عربيه لغايه 2003. 4700. اكتب الارقام دي لان انا مسؤول عنها. كاتبينها 4700. دخلوا لك النهارده كم. النهارده لا استني. النهارده بعد تخريب 3000 اتوبيس، ميني باص 1000 ونص واتوبيس 1000 ونص. الله 3000. يبقى انا شغال ب 1700. 1700 بس. كان عندي يعني كان لغايه خط 3 تسعات اللي هو 999 كان احمد حلمي المرج بيطلع دائري كمان. كان عندي 3 تسعات يعني وصلت لرقم خطوط 9999. طب دي اتكهنت يعني ولا راحت؟ خلاص قضى عليها طبعا. فات عليها 20 سنه. ما بتستبدلش باوتوبيس تاني. ما عوضوناش في الفائد. فبقيتوا انتوا بس قدرتكم 1700 الخطوط عجزة. الخطوط بقى اللي كان بيمشي فيها 4700 اوتوبيس اخدوها من الرجال، خدوها للنقل الجماعي. تمام. فبعد ما كنت انا بشتغل وبقبض مرتب وحوافز وبدخل الفائض للدوله اصبح اللي بياخد الراتب والفائض ومفيش دوله هو رجل الاعمال. وانتوا اللي عملتوا الخطوط. الخطوط اصلا احنا اللي انشاناها. هي مدينه نصر كانت مدينه نصر اللي بخط اتوبيس 600 و700 و710 و714. طيب انا اللي انا شايفاه ان البلد الحكومه مش هتقدر تلغي ده. كويس. يبقى نشتغل جنب بعض. لا مش هتقدر ومش هتعمل ده، يبقى المواطن يقول لها اتفضلي وهات حكومه تعمل. انا المواطن وانا اللي عايز اركب. انت كده بتقول لابو 10 جنيه. عندك ازمه. يعني لسه انت بتقول ان اللي هيتعلم اللي يقدر يدفع 20 جنيه رايح جاي غير مصروف جيبه. انا ازاي ادي ابني 30 جنيه 20 مواصلات و10 جنيه مصروف جيب يجيب له كيس شيبس ولا بتاع؟ يبقى انت بتقول لي الغلبان ما تعلمش ابنك. 6 جيم و7 جيم و13 جيم و14 جيم. احنا عندنا خطوط جامعات كانت مخصوصه، و5 جيم بتاع جامعه تحرير كان عندنا خطوط مميزه وخاصه ونظيفه ومحترمه خدمه جامعه. طب عم طارق للطالب مخصوص. لو قلنا لو الحكومه جت قالت لك والله يا عم طارق احنا هنصلح الموضوع ده، هنشتغل جنب الجنب، يعني هنخلي الاتوبيس ال10 جنيه ده للمقتدر وهنعمل لك انت ايه علشان تشتغل جنبه؟ برضه انا اللي اديره لان انا اكفأ اداره تقود نقل عام في مصر. امال مين بيديره؟ لا قطاع الاعمال بقى ورجال الاعمال هم بيعرفوا يديروها ازاي. خدوا سواقيني انا بفلوس اعلى، وسواقي لما مشي من عندي راح اشتغل عندهم بيروح ب 50 60 جنيه في اليوم 70 جنيه في اليوم. وبعدين ما عندهمش لا محصلين ولا عندهم رقابه ولا عندهم متابعه من الدوله. لا بيقول لك احنا عاملين اجهزه تتبع جوه الاوتوبيسات. من عندنا بياخدوا 5% من المشروع. اذا هم اخذوا منكم كل حاجه وادوكوا لصالح يعني مين؟ لصالح رجال الاعمال. لصالح رجال الاعمال. هنا هيئه النقل العام بقى. وشوفي المواطن الغلبان ابو 2 جنيه مستنيني بره وابو جنيه مستنيني على المحطه بره واقف مستنيني اعدي عليه، والعمال قاعدين جوه الجراشات، والدوله حاشه انها تجيب لي اتوبيسات. ليه؟ ما هي ليه دي بقى؟ انا قلت لك خصخصه، مش كانت سياسه ماشيه؟ طب ما هو دلوقتي بس دلوقتي رئيس الوزراء الجديد ما عندوش الكلام ده. لا عنده، ورئيس الهيئه بيقول 1350 اتوبيس قبل عام 2015. انا معاه. بس انت بقالك 10 سنين ما جبتليش الا 200 اتوبيس، هتجيب 1150 اتوبيس في 6 اشهر؟
ده انت لو قاعد في المصنع مش هيلحق ينتجهم. طب لو هم جابوهم يحلوا لكم الازمه؟ اه طبعا هيحلوها للمواطن. يعني هيحلوا الازمه بتاعت المواصلات. ترجع تاني. انا المفروض بعد التوسع العمراني يا استاذه مفيده انا عايز ابين حاجه للناس. انا كهيئه نقل عام بدات ب 815 اتوبيس وكان عندي محطتين فقط خارج القاهره. تمام. محطه ام المصريين للاقليم اللي جاي من الصعيد اقليم الجنوب ومحطه المؤسسه لاقليم بحري. تمام. خلاص كده؟ تمام. بعد ما اتطورت المساله وقالوا ان انا ما بشتغلش الا على الطرق المحليه اصبحت دلوقتي بروح لغايه قرب بنها وبروح الشروق ده خير وبركه وبروح بدر وبروح زايد وبروح اكتوبر وبروح الصف واطفيح اذا انا حصل توسع. المفروض التوسع ده كان لغايه 4700 عربيه في 2003 متكفي. يبقى انا النهارده لا بعد التوسعات في العشر سنين الاخيره لا زياده المفروض ابقى 5700. انت دلوقتي 1700 عشان اغطي المناطق الجغرافيه. انت دلوقتي 1700 انت خدتني بقى وفرمتني ودمرت هيئه النقل العام لصالح رجال اعمال. انا بسال سؤال المطلوب ايه من عامل نقل العام الغلبان غير انه يوجه رساله لرئيس الجمهوريه اهتم بمرفق قومي هام حيوي استاذ طارق يقوم على خدمه المواطن بسعر زهيد وعوض لي الفائد لو سمحت. اللي بيستخدم المواصلات العامه دي 22 مليون مواطن في القاهره، احنا بنتكلم على القاهره بس، هل ده يكفي يعني اتوبيسات النقل العام تكفي؟ استاذ منى انا هسال سؤال واحد. اتفضل. رجال الاعمال دول بيركنوا اتوبيساتهم منين ال 600 وال 200 وال 300؟ بيركنوهم في الشوارع وبيدفعوا ارضيه للمحافظه. انا عندي جراشاتي فاضيه. انا عندي 28 جراش فاضي سيارات. ما انا اولى. البلد اولى بالبلد كده البلد أولى. أولى. ولما اقول البلد يعني المواطن صاحبها وادارتها. خلينا ملاحظين ان عم طارق البحيري بيتكلم شكله كده بيتكلم بمنتهى الامانه بلسان حال المواطن المصري، ومش بس كده ده هو ايديه في الشغلانه، لان زي ما انا بقول لحضرتكم هو نائب رئيس النقابه العامه المستقله للنقل العام. اخر حاجه قالها قال انا عايز اسال سؤال، ايه ذنب المواطن المصري؟ ليه ما تساعدوش المواطن المصري علشان يبقى عنده الامكانيات انه يركب حاجه متوفره يقدر بيها يكمل حياته؟ سؤال مهم جدا هيرد عليه في الحوار الجزء الثاني من فقرتنا. هيكون موجود معانا الدكتور سعد الدين عشماوي استاذ اداره واقتصاديات النقل، والدكتور سامح العلايلي استاذ تخطيط بجامعه القاهره، نفهم منه ايه المشكله في ان الحكومه تسترجع النقل العام، هيئه النقل العام، وتقويها وتكبرها، وايه دخل رجال الاعمال في الموضوع؟ بشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا. الف 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 شكرا. ونوعدك ان في حوار ثاني، ان احنا عايزين نسال بعض. انا كنت عايز ابين للناس حاجه انت قلتيها. انت قلتي بس ادي صور تطور المرحله من سنه 59. طيب ما كلنا عارفين ده، لو فتحنا على الانترنت هنعرف. بشكرك يا عم طارق. بشكركم. وبعد الفصل نلتقي بضيوفنا ان شاء الله. فاصل سمعنا رأي عم طارق البحيري وهو سائق كان في هيئة النقل وليه علاقة بالمشاكل، وكلمنا من ناحية المواطن المصري. بس أنا مؤمنة إن أي حاجة أي مشكلة كبيرة لازم يبقى ليها متخصصين، لازم يبقى فيها حد بيفكر وبيفكر صح. النهاردة بيسعدنا يكون معانا أساتذة من الآخر، يعني أساتذة كبار ليهم علاقة بهذه المشكلة، وأعتقد إن هم ممكن يفهمونا أبعاد المشكلة والحل إيه. بيسعدنا يكون معانا الدكتور سعد الدين عشماوي أستاذ إدارة واقتصاديات النقل، ومعانا الدكتور سامح العلايلي أستاذ التخطيط بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك دكاترة، نورتونا. أهلا بيكم مشرفينا. اسمحوا لي أبدأ مع دكتور سعد. احنا سمعنا المشكله من حاج طارق او استاذ طارق البحيري. هل المشكله في الاتوبيسات؟ يعني عمالين نقول اتوبيسات وميكروباص المشكله كده، ولا في المنظومه كلها؟ يعني كمان كلام الحاج طارق انه وزراء بتتغير وادارات بتتغير، لكن ما حدش بيدير التغيير ده، وحضرتك استاذ اداره وعارف. فقول لنا المشكله فين. هو الواقع اساسا ان ليس هناك مشكله مرور، ولكن مشكله نقل. والنقل بقى بيولد منه مشكلة المرور. إذا ما كانش في نقل زي القرى بتاعت زمان، إن كل الناس كانوا بيتنقلوا في حدود معينة، ما فيش كانت مشكلة مرور إطلاقا. مشكلة المرور جت مع مشكلة النقل، وخاصة مع السيارة الخاصة. دخول السيارة الخاصة، لأن السيارة الخاصة بتاخد مساحة كبيرة. لو أنا بتنقل على رجلي يعني باخد متر ولا حاجة عشان أتنقل، هنا مع السيارة الخاصة بتبقى مساحة كبيرة. فمشكلة المرور هي وليدة مشكلة النقل. ومشكلة النقل
أساسا ظهرت مع تضخم حجم المدينة. يعني المدينة في العصور الوسطى كانت كلها 100,000 ماكسيمم، حتى القاهرة لغاية الخمسينات كانت هي المدينة الوحيدة في أفريقيا اللي تعداد سكانها مليون كبير. دلوقتي في عشرات المدن مليون. وصلت بقى كمان أكثر من ذلك عشان أخلص النقطة دي، إن دلوقتي في طوكيو 35 مليون. وهناك في أستاذ قال إن في خلال الحقبة القادمة هيبقى في 30 مدينة أو بتبقى بتعداد مدينة طوكيو اللي هي 35 مليون. إذن المشكلة، مشكلة المخ هي ترجع أساساً إلى 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 عدم وجود منظومة نقل، منظومة كاملة، ليست فقط منظومة كاملة في الأتوبيسات، لكن كمان في مترو أنفاق، سكة حديد، بل تخطيط عمراني كذلك، وموضع السكن والعمل. وأنا في قناعتي أن المشكلة مفتعلة أساساً، مشكلة المخ بالقاهرة، لأن إحنا لو بصينا إلى مشكلة المخ بالقاهرة بتجد أنها متأزمة تأزم كبير جداً. في مدن كثيرة جدا في حجم القاهرة اللي هي 17 مليون، سول على سبيل المثال، لندن، وكلام يقولوا 22 مليون. المشاكل دي ما هي ليه بقى ما عندهمش، وليه فكرة الحكومة دلوقتي ان هي تقرر ان هي تضخ في الشارع المصري اوتوبيسات؟ هل ده صح؟ هل ده وقتها؟ هو الواقع هنقول اوتوبيسات دلوقتي، انت نزلتي اوتوبيسات طب الاوتوبيسات محتاجة الى ايه؟ الى طريق. هل انت عندك الطريق؟ الطريق موجود عندك يمين وشمال مقدس. وفي أنكى من هذا بقى وأسوأ من هذا، أن الشوارع في القاهرة أنا بسميها الشوارع المقلوبة، يعني ده لفظ من عندي. بمعنى إيه؟ أصبح نهر الطريق اللي هو بتاع السيارات بيمشي فيه المشاة بالظبط، والرصيف واقف عليه العربيات، ولو ما كانش واقف فيها العربيات بيوقف فيه ناس باعة ولا قهوة وخلافه، ولو ما كانش ده ولا ده الطريق غير صالح للمشي، كله نقر وحفر. أنا ساكن في المعادي، أهم شارع شارع 9 مليان نقر وحفر، ما عندكوش رصيف. إذن الناس بيضطروا يمشوا، فأصبح بقى العملية خلطة بيطة في العملية من أولها لأخرها. يعني العملية في اعتقادي حتى سياسات النقل نفسها الموجودة في رأيي أنها سياسات بتخلق مشكلة المرور. طيب اسمح لي أكمل كلام حضرتك مع الدكتور سامح. دكتور سامح، يمكن الدكتور سعد قال حاجة مهمة جدا، أن الطرق عندنا فيها مشكلة، أن التخطيط بتاع مشي الأوتوبيسات مع العربيات مع الميني، إحنا ما عندناش نوعية تخطيط، عشان كده إحنا حاسين بالمشكلة. بما حضرتك أستاذ في التخطيط، فممكن تكلمنا في الموضوع؟ يعني حضرتك، هي المواضيع أصلها تركبت على بعض. يعني المدينة لها حيز، والحيز ده دلوقتي فيه كثافة أعلى بكثير من قدرتها. يعني كوباية حضرتك لما تمليها مية بعد فترة معينة مية هتقع، ليها طاقة استيعابية معينة. فالطرق عندنا يعني مكدسة أكثر من اللازم. ده مدخل. المدخل الثاني هي في الحقيقة زي ما بيقول الدكتور سعدي، هي نقل وحركة ومرور، ثلاثة مع بعض. نقل وحركة ومرور. دي قصة تانية. سلوك المواطن ده على فكرة بيكتسب وبيتنامى. يعني حكاية القمامة مثلا اللي في الشوارع دي، محدش زمان كان بيرمي حاجه في الشارع، لكن تعودنا، صحيح، شفنا بعض، فاكتسب هذا بتاع. واعتقد ان اصعب ما في الموضوع بالنسبه للقمامه ان احنا نرجع الناس تاني للمربع الاولاني لما ما كانوش بيرموا. كذلك المرور. المرور حضرتك النهارده، المرور دي عباره عن زي جيم، زي لعبه، الناس اللي بتسوق في الشارع ده فلازم تلتزم بقواعد اللعبه. قواعد اللعبه محترمه في كل بلاد العالم. بنجد انه طرفي اللعبه اللي هم السائق ومن يضبط المرور، السائق يعني ما عندوش فكرة عن قواعد المرور، وخد رخصة طريقة سهلة جدا ومستهتر ومحدش بيعاقبه، المخالفات بسيطة، يقف في أي حتة حدش يشاور له، ما يحترمش. أما أنا بتكلم على السائق سواء كان ملكي أو غير ملكي، طب واللي بيضبط المرور اللي هو الشرطة المرور، ضعيفة، لا حول له ولا قوة، ضعيفة جدا. فبالتالي المعادلة مختلة.
طب ايه مشكله رجال الاعمال اللي بيقولوا عليها استاذ طارق؟ يعني ان احنا في النقل العام وفي رجال اعمال دخلت في المنظومه نفسها افسدتها، ده راي حضرتك؟ لا مش كلام ده مش مظبوط، لان في وقت من الاوقات كان ابو رجيله وكانوا في ناس زمان في الاربعينات يعني اول ما كانوا عملوا مواصلات رائعه كانت جميله طبعا. جدا فهي بالعكس ده هو هذا القطاع بيحتاج الى تنظيم. لا مانع من ان المستثمر قد يكون رجل اعمال وقد يكون هيئه من الهيئات، المهم كيف تدار المنظومة زي ما حضرتك ما قلت. كيف تدار المنظومة من وجهة، عايز اسمع حضراتكم انتوا الاثنين وجهة كيف تدار المنظومة، اجمع ما بين هيئة النقل العام بتسوقينها واتوبيساتها ورجال الاعمال او قطاع الاعمال في اتوبيسات جديدة نظيفة مكيفة، هما الاثنين يشتغلوا مع بعض في سيمفونية كده يبقى الموضوع بسيط للمواطن المصري، هل في امل؟ لا، هو النقطة انه حضرتك الناس المسؤولة عن إدارة المشاكل الكبيرة، عندنا مشاكل كبيرة في مصر من ضمنها مثلا العشوائيات، المرور، القمامة، الفوضى، كل هذه الأمور بتحتاج لأنها تراكمت وأصبحت حقوق مكتسبة عند الناس. عشان نحل هذه الأمور ونواجهها محتاجة إلى عقليات مختلفة. إحنا عندنا الجهاز الإداري الحكومي عبارة عن موظفين من أيام الفراعنة، ناس ليهم مبرمجين على طريقه معينه في العمل. احنا محتاجين لناس تفكر بطريقه مبتكره بالظبط، اوت اوف ذا بوكس، طريقه مبتكره ومختلفه تماما وجريئه جدا بحيث انها تحل مشاكل. انما لو حلينا الامور بطريقه تقليديه مفيش حاجه تتحل، هنفضل محلك سر. والحل مش في زياده الاوتوبيسات يا فندم، يعني ده مش هيحل المعضله، لا مش هي دي القصه خالص. طب نسمع وجهه نظر حضرتك يا دكتور. هو الواقع حضرتك اثرت نقطه السلوكيات، انا ضد هذا الكلام تماما. ودليلي على هذا أن سلوكيات المصريين بصرف النظر عن مستواهم الثقافي أو الاجتماعي لما بيروحوا دول سواء خليجية أو أوروبا أو أمريكا بنجد أنهم من أكثر الجاليات انضباطا، لأنه بقى داخل منظومة داخل منظومة بالظبط. في نقطة أخطر من هذا كمان، أنا ساكن في المعادي، كان نسبة أجانب مرتفعة وإن كانت قلت شوية في الأيام دي، بنجد أن بهم اللي بيكسروا إشارات وكل حاجة زي المصريين بالذات عشان يتعودوا شافوا اللي احنا بنعمله. لا المنظومة للمنظومة أني واجد بني آدم واحد ماشي قدامه في قلب الطريق وفتح الإشارة وعدى خلاص، ده وصلت أن صاد العمارات بنجد أنه اللي عنده فيلا كويسة بيزرع الرصيف، مش عارف انت رحت المعادي ولا لا؟ ايوه طبعا عشان ما حدش يقف يزرع الرصيف. يبقى في الخارج بقى، يمكن انا اديكم مثل خارج عن الموضوع، في الخارج في لما يبقى فيه تلج فبيجي التلج بيبقى سنو وبعد كده بيبقى ايس بيجمد وفوقيه سنو، لما يبقى الربيع بيجي اللي هو السنو بيسيح الايس موجود، ايس ده فظيع، ده زي الازاز بالضبط وقوي قوي. من المسؤوليه كل صاحب بيت انه يجيب مرزبه ويكسر الايس لانه مسؤول عن وجود رصيف قصاد بيته. انت حطيت رصيف في حاجه، احنا بقى بناكل الرصيف. ما هي دي بقى الثقافه، يعني هي دي ثقافه مختلفه عن الثقافه دي حول حياتك، هي اذا المنظومه. طيب الدكتور سامح بيقول ان احنا عشان نحاول نظبط المنظومه محتاجين ان العاملين في الهيئه وفي الحكومه يغيروا طريقه تفكيرهم. ايه النقط اللي احنا محتاجين نغير بيها طريقه تفكيرنا عشان نوصل لحل لمشكله هيئه النقل؟ نبقى زي ايه يعني؟ نبتديها بايه؟ السؤال ببساطه شديده، ان يوجد رصيف يمشي عليه البني ادم ويجازى اللي ما مشيش على الرصيف، ولكن هو دلوقتي مش ماشي لانه لا يستطيع يمشي على الرصيف، زائد اللي ماسك في الطريق نص الطريق ضايع في عربيه مركونه يمينه وعربيه مركونه شمال. انا عاوز اديكي مثل بسيط على خلل المنظومه. في من زمان قوي، يمكن الدكتور يشاركني في هذا، لما كنا في جامعة القاهرة كان بنيجي بمترو مصر الجديدة، مترو مصر الجديدة كان بياخدها في 15 دقيقة بالضبط من روكسي صح. إلى شارع عماد الدين، ده ما كنتوش اتولدت في الوقت ده بالتأكيد، اللي هو بشميس شهيان التاجي للقاهرة، و15 دقيقة كنت بظبط ساعتي على المترو تمام. كانت النتيجة جه بعد الهيصة اللي حصلت تحول هذا الخط المترو السريع إلى ترماي
سيء للغايه، لان زودوا كل واحد يشتكي يعملوا له محطه، كل واحد بيشتكي كان الاول ما بيركنش الا في محطتين فقط، فهو فقط ده طريقه وده الالتزام، ومحطتين هو طريقه موجود لغايه دلوقتي معزول. انا ما بتكلمش على المترو اللي داخل مصر الجديده، انا ضده، لكن انا بتكلم على الخط الرئيسي للمترو، هو محطتين من روكسي، محطتين واحد يمشي محطتين واللي بعديه محطتين، بس عايزين ندخل بالتفاصيل. فكانت النتيجه هنا اذا كان في هناك في الخط ده جه عملوا ايه في الساده الخبراء بتوع مصر؟ قال لك ايه؟ لا الخط ده مش مشكله، نعمل اتوبيسات تمشي، وبعدين لما الاتوبيسات تمشي يبقى الخط ده نعمله عشان نستفيد بيه اكتر، نعمل محطات. فيجي عند غامره اشتكوا عاوزين بتاع ان كل لازم تحول الى مترومي. بره بقى في من ضمن الحاجات الطريفه اللي حصلت ان احد الوزراء سافر بره وجد ان مترو في الخارج بيتعمل التذكره اسمها تعريفه موحده. موحده سواء ركبتي محطه او خدتي الخط من المرجل بتاع تدفعي برضو الجنيه هو. فبيقولوا انت عملت ايه؟ انا عامل ده عشان اسهل التقطيع قطع التذاكر وبالتالي استفيد من هذا. كلامه غلط تماما. ليه؟ لانه بقى مش عاملينها عشان كده، هناك ما عندهمش سرقه تذاكر، عشان ما بيوقفوش. عاملينها ليه؟ لان في اسلوب تاني بقى اللي هي في المنظومه، انا مش عاوز ادخل في تفاصيل دي، عاوزه يعني جلسه طويله كذا ساعه. المنظومه ايه؟ ان انت بتعملي التعريفه الموحده عشان تطفشي ركاب المسافات القصيره. بالظبط، ما دي اول حاجه، يركب محطتين ويدفع زي دافع فيشجعوا يطلع من تحت، يشجعوا يطلع الاوتوبيس اللي فوق، يشجعوا. وبعدين مترو كمان في ميزه او عيب سميها زي ما انت شايف، ولكن في تنظيمه عشان يدي السرعه بتاعته في تخطيط المترو، وذلك تخطيط النقل غلط من اي تو زد، غلط من اي تو زد. يعمل ايه؟ يعمل المسافات طويلة. ليه المسافات طويلة ما تكونش قصيرة؟ لأن لو عمل قصيرة هتفقد السرعة بتاعته. تمام. وأنت راكبة مسافات طويلة، فلما تركب مسافات طويلة بتستفيدي من الوقت السرعة. فإذا من المفروض تعملي أتوبيسات للمسافات القصيرة، وتعملي مترو للمسافات الطويلة. أنت الناس مش هتضربيهم على إيده، لكن لما تعملي من ضمن الأساليب، ده أنا ما بتكلمش ليه أسلوب واحد، إن أنا بأغوي حل من الحلول يا دكتور، بأغوي الناس أن يستخدموا المترو عن طريق اللي هي تعريف الموحد. أنت عارف يا دكتور، أنا فهمت من كلام حضرتك إيه؟ إن أنا لو أنا في مكان رئاسة الوزراء، أنا عندي مترو وعندي أتوبيسات وعندي تاكسيات، كله لازم يبقى منظومة واحدة، في عندي مسافات طويلة، في عندي مسافات قصيرة، في عندي اللي يطلع من هنا ويبقى عايز يروح، يعني كله بيخدم على بعضه. بس عايز اسال دكتور سامح، في قاعدة في النقل، حاجة تانية خالص، حل آخر يعني. لا، في قاعدة في النقل، عشان نتكلم بأسلوب علمي إلى حد ما. بس عايزين بقى كمان الدكتور يشاركنا، دكتور سامح كمان يشاركنا في الحوار، معلش. يهمنا جدا نسمع رأيك. في بيقول لك في قاعدة في النقل، إن كل وسيلة نقل لها مكان معين تعطي فيه مستوى خدمة أعلى وبتكلفة أقل. نحن في مصر عشان تقاتل شورت في مصر بندفع الناس لاستخدام وسيلة النقل غير مناسبة واللي هي تكلفتها أعلى، بعد كده نبقى نقول قدي مسار في الغلا اللي هم فيه ده. دكتور سامح بيحب حضرتك، يقول لا اتكلم بقول دكتور سامح. لا لا لا، صديق حزين جدا. سامح العلايلي، عايزين ايه؟ اتفضل يا فندم. طيب كملي. في ناس بتقول او خبره بتقول ان الحل لا مش فوق الارض خالص، ولا مترو ولا اتوبيس، الحل تحت الارض. وراي حضرتك يا ريت، بس ده مش ببلاش. طبعا بدانا دي فلوس كتير قوي، ما احنا بادئين يا فندم في مترو الانفاق وفي اماكن كتير. هل شايف حضرتك ده الحل؟ هو حل جميل، بس حل مكلف جدا. يعني هو في بلاد العالم كلها النهارده، وبالذات البلاد اللي عندها امكانيات، بيتجهوا لاخفاء السيارات. يعني الباركينج والطرق كل ما امكن نزول تحت الارض. انا مره كنت في اسبانيا، وفي مدريد في نادي هناك اسمه اتلتيكو مدريد، كانوا بنين استاد جديد فخم جدا. جات البلديه من ضمن خطتها لزياده المسطحات الخضراء، قالوا النادي ده موقعه هيتعمل جنينه، فتفضلوا شوفوا لكم حته ثانيه. دفعوا لهم تعويض طبعا. طبعا، يعني شوف الجرأه. يعني نادي حاجه كبيره، يعني انا هنا محتاج خضار ومحتاج بالظبط. فهو اخفاء السياره سواء بالانفاق سواء بالباركينج سواء بالطرق تحت الارض، كل طرق طبعا دي مطلوبه، لكن ده حل مكلف جدا. وانا شايف طبعا ان ده افضل الحلول، بس
بس ظروفنا كلف بخيه جاريه كلف سيدي. هي بالنسبه لموضوع التكدس يعني اللي بيبني النهارده مبنى جديد سواء كان مبنى عام او مبنى خاص المفروض ان الكود بتاع المرور بيلزمه ان يوجد اماكن للسيارات المستخدمه للمكان فده ما بيطبقش خالص. طبعا انا سوري يعني الوقت 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 بيجري مع حضراتكم انا يعني بعتذر عن حوارنا لازم ينتهي عشان وقتنا بس اللي انا اقدر اوعد بيه كل اصدقائنا المشاهدين احنا هنفضل مكملين على الحوار ده والاساتذه يكونوا موجودين معانا مره ثانيه. بشكر حضراتكم شرفتونا شرفنا والله. بعد الفاصل ان شاء الله هنكمل مع القارئ والمبتهل عمرو عطيه بعد الفاصل. تتوالى الوفود من كل فج إلى عرفات تتوالى الوفود تتوالى تتوالى الوفود تتوالى تتوالى الوفود من كل فج إلى عرفات وأجاب الدعاء أجاب الدعاء وأجاب الدعاء لبيك لبيك أتينا بالسمع والطاعات وتراهم فوق الرواحل يهتفون بالتلبيات ثم ساروا بنشوة وابتهاج إلى عرفات ثم مدوا الأكف داعين الله ثم مدوا الأكف داعين الله باختلاف اللغات. الله يا عمرو الله 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 بس يا رب يا حجة الله يا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات وفي العمر ما فيه من الهفوات يا رب أنت ولي العفو يا رب يا رب يا رب الله الله انا مش عارفه يا رب انت ولي العفو فامحو بناصع فامحو بناصع فامحو بناصع
من الصفح ما سودنا من الصفحات. يا عمرو انا عايز اكلمك، عايز اقول لك اهلا وسهلا بيك، وفي نفس الوقت برتكب جريمه. انا برتكب جريمه على الهواء ان انا بقطعه، بس انا عايز اقول لك ازيك. بتقولي اخلص يعني الموضوع ايه؟ انا عايز اقول لك ازيك. انا عايز اقول لك ان فاجئك ان لسه في كلام تاني. انا متاكده. انا بعترف ان انا بعمل جريمه على الهواء. انا بعمل جريمه ان انا استوقفتك، لان انا بين ريق ما بين هذا الصوت الرائع حاجات تانية كتير. بس انت ازاي كده يعني عمرو عطيه؟ يعني انت ازاي كده؟ ده بفضل الله سبحانه وتعالى والله. ربنا يزيدك يعني بالفضل. الحمد لله. البدايات من وانا عندي 4 سنين بفضل ربنا يعني بسمع. طبعا استاذتنا بقى منى طبعا بتشكر فيك وعارفاك ف 80% من التدريب بالصوت سماعي طبعا، صح المعلومه دي؟ انا كنت اسالك استاذك مين يعني، مين علمك انت بتخرج من مقام لمقام طيب هو في حاجتين. الوالد ترتدي. ربنا يبارك فيه، والدي محمد عطيه ربنا يبارك فيه، من 4 سنين هو علمني القران. كان مقرئ برضو هو مقرئ وشيخ وامام مسجد وهو بيزنس وانت يعني مقرئ بنضاره حمراء؟ بنضاره حمراء. انا كنت جايب بنضاره الميرور بس خفت من تعمل انعكاس على الكاميرات. انا عاجبني ده، مش عاجبني ده مودرن يعني. في الجامعه مسميني الشيخ كاجوال يعني. لا دي تسميه احمد السقا ليا، قال لمراته لا والله تخرجي مع منى يبقى الحاجه كاجوال. اوكي حاجه كاجوال، مش كاجوال. طب بس حاجه كاجوال مع الشيخ كاجوال ماشي، ما ماشي الامور. انت منور يا عم، ربنا يخليكي. فهو الوالد برق معايا عموما تعليم القران وسماعي بقى، بسمع كل الشيوخ من الصغر، حصري من شاوي، عبد الباسط، الشيخ رفعت، يعني كله. فكل ده سماعي مع سماعي الابتهالات والانشاد والكلام ده كله. الصوت طبعا اصل الموهبه ربنا سبحانه وتعالى. في سؤال مهم قوي استاذ منى سالته، يعني الرد عليه ممكن يكون مفاجاه ليها هي شخصيا برغم معرفتها بيا العميقه، يعني ان ازاي اتعلمت الامامات ورحت وجيت. هو المفاجاه ان انا ترتجل. المفاجاه ان انا لا اعلم اي شيء عن الدراسه الاكاديميه للمقامات. اذا هي موهبه لما ادرسها اكاديميا. انت هي صحيت لقيت نفسك كده؟ انا ماشي بالاحساس كده وبفضل ربنا وبنقل مقامات فرعيه يعني ما اعرفش انا دلوقتي في النهاوند ولا البياتي ولا فين، انا ماشي بالاحساس. انت كده باحساسك. طب انا عشان الناس كتيره جدا يعني تقريبا كرهوني عشان انا قطعتك في 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 في, في هذا الانشاد، فعايزين نعوضهم وانا بعتذر ومش هقطع حوارك، بس عايزين نسمع حاجه ثانيه. فايه رايك في, في, في من اشهر اغاني مولاي؟ بس انا ليه؟ طب اوكي طبعا لازم استجيب لطلبك. بس اللي فاتت دي تأليفك او اللي فاتت؟ طيب دي اسمها إلى عرفات، دي دي الكلمات من التراث الاسلامي. الالحان الحان العبد الفقير الى الله. وكل كمان. وكل انا عامل البوم كامل اسمه إلى عرفات يا أمة الهادي، ده عليه إلى عرفات اللي انا قلتها وعلي أمة الهادي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي تكبيرات العيد. انت سجلتهم بالفعل؟ ده على البوم. عايزين نسمع تكبيرات العيد كمان. طب بص غنينا من الاول دلوقتي مولاي ونسمع كمان تكبيرات عشان ناخد الناس يعني عشان الناس مش عايزانا نقعد نتكلم. طيب انا هقول لك التلبيه اللي بتاع الحج موصوله بتكبيرات العيد. اوكي كده، لان احنا في ايام مفترق. بس انتوا وقتكم بقى يعني. يلا بس ان شاء الله ربنا يكرمنا. عايزين نسمع كمان قران في الختام باذن الرحمن ان شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد
وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عايزين نحفظها كده يعني نقولها زيك كده. ممكن اقول حاجه صغيره قوي؟ ممكن تقولي الاول مولاي؟ ماشي استاذنك في مولاي الاول. ماشي اوكي. ده عايزه مصر على اللي هي عايزاه. نقشبند لا وانا بغش الجمهور. مستحيل اجي هنا وتطلبوا مني طلب وانا ما استجبش. جمهورنا كله مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي. مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. الله الله الله. إيه الجمال ده؟ ربنا ينعم عليك يعني. بجد الواحد لما عنده موهبة جامدة زي كده. تكبيرات العيد فيها قصة لذيذة جدا نفسي أقولها بسرعة قوي 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 قوي. إن لما سيدنا إبراهيم استجاب لأمر الله عز وجل في الرؤية بإنه يذبح سيدنا إسماعيل ابنه وراح ينفذ الأمر هما الاثنين، فخلى وش سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل على الأرض. ما خلاهوش وشه في وشه عشان عينه كأب ما تجيش في عينه كابن، فالعاطفة عاطفة الأبوة تاخده فيعصي أمر الله عز وجل. فخلى سيدنا إسماعيل وجهه على الأرض وبيبدأ يمشي السكين على رقبته، فإذا بربنا سبحانه وتعالى بيأمر السكين أنها لا تقوم بعملها الطبيعي أنها إيه تقطع وتذبح فتتلم فتمتنع عن الذبح، زي ما ربنا برضو أمر النار ألا تحرق سيدنا إبراهيم اللي هو أبوه اللي هو سيدنا إبراهيم. برضو بص للتلاقين للأب والابن، وهو بيذبح فلقى السكينة إيه ما ذبحتش، ثم سمع صوت من السماء بيقول إيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فرفع سيدنا إبراهيم ينظر إلى السماء فلقى سيدنا جبريل نازل ومعاه كبش عشان يفدي بيه سيدنا إسماعيل. سيدنا مين؟ سيدنا إسماعيل. فلما شاف المنظر ده فسيدنا إبراهيم قال إيه لا إله إلا الله والله أكبر. مين سامع ومش شايف؟ سيدنا إسماعيل الابن اللي هيذبح. فالتفت عشان يشوف إيه اللي بيحصل فشاف المشهد فقام قال إيه الله أكبر ولله الحمد. فجت من هنا التكبيرات كاملة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فالبداية قول سيدنا جبريل القصة دي لما نسمع القصة دي من الأثر. نعم الله ربنا يعني أستاذ عم أنت يعني أنت أنت حاسك عايز تقولي كلام كتير كتير جدا. صوتك أنت عندك كم سنة؟ ما ليه الإحراج؟ لا أنا عايز أعرف ليه الإحراج دوت؟ أنت يعني تديني كام طيب؟ لا صغير يعني لا يعني كام؟ أواخر 27 سنة فعلا؟
وهتعوض. طب ما حاجه و30 ما ينفعش ارد الرد اللي عايز اقوله على الهواء. كتر خير. بعد 27 دي حاجه و30 40 39 39 بالك. انا مواليد 15/5/75 يوم الخميس الساعه 5. بسم الله ما شاء الله. 5 وخميس. طب انا عايز اسالك سؤال، انت بقالك كام سنه بتشتغل؟ طيب بقالي كام سنة بداية تعليم ومع نفسي كده هاوي هاوي. لا هنا بتشتغل دلوقتي كده باللي انا بقوله ده القرآن وانشاد اللي انت قلت لي عليه. لا الالبوم نزل، ينفع اقول اسم الشركة ولا ما ينفعش عشان اعلان هاي كواليتي؟ يعني نزل لا لا اسمه هو اوكي اوكي اسمه سوري. البوم الى عرفات يا امة الهادي ده نزل امتى؟ نزل 2000 و يا 10 يا 11. انت بتعزف حاجه؟ ده اول حاجه؟ لا انا ما بعزفش. ما بتعزفش. وده اول الصوت نازل صوت من غير مزيكا ولا انا عامله من غير مش انا مش ضد الاله طبعا. انا مع رايي ان الاله مفيش فيها مشكله حسب استخدامها لكن الالبوم اللي نزلته كان من غير اله خالص، كله بقى عاملين بقى اللي هي الافكتات الصوتيه وكده. لكن ما يمنعش ان انا اعمل البوم تاني بالاله، بس يكون بقى الات خفيفه ناي مثلا. ليش ريت قران بصوتك؟ عملت في سي دي سوره البقره كامله. وفي اول الصوره في فضل الصوره. خلاص. وبعدين في البوم تاني الست صور هي الكهف، ياسين، الدخان، الرحمن، الواقع، الملك. مع الدعاء للمتوفى ده سي دي تاني. سي دي تالت اسمه صور الحواميم اللي هي الصور اللي بتبدا بقول الله حاميم، دي 7 صور. وانت معاك اجازه وفضائلها وفي السي دي يعني اللي بعد كده صور الطواسين اللي هي بتبدا. انت قرات على حد وخدت اجازه؟ انا معايا اجازه عن الشيخ محمد عوض المنقوش، عن الشيخ احمد الزيات. يا سلام. عارفه محمد الشغلانه دي يعني ده صديقي قبل ما يكون شيخ. بتجيب همها الشغلانه دي؟ هو انا بامانه يعني فيها معافره بامانه الله يعني انا مش بشتغلها. لا ما حدش يعني لا تكسب منها. لا تتكسب منها. لا خالص. انا عندي شغل انا خاص بيا، بزنس خاص بيا. انا عندي اصلا شركه انتاج اعلامي. وبكتب مقال اسبوعي في جريده التحرير. فانا شغال في الميديا عموما يعني، وليا مؤلفات يعني، ليا كتاب في السوق اسمه سماحه الاسلام مع غير المسلمين. بسم الله ما شاء الله. انا وفي كتاب في الطريق. بما ان انت بتشتغل في هذا المجال الاعلامي، انا بطلب منك انك تكثر من الشرايط. في برنامج قدمته عملت اعلان وتقديم اسمه الامتحان، كنت مستضيف فيها ابو تريكه وابراهيم عيسى ونور درويش. اتعرض على قناه التحرير من بعد الصوت. احنا سعداء بوجودك. يا تقول لنا حاجه للرسول يا تقول لنا دعاء. انا افضل لا انا يعني اسمحي لي انا، لان احنا ما سمعناش قران. وانت يقال ان انت صوتك منى هي اللي قالت طبعا يعني صوته في القران رائع. يعني استاذه منى مقالته عن يعني احتكاكات. احنا هنشكرك وهنسيب لك الفرصه انك انت تقرأ آيات. أي آية أنت عايزها ونطلع فاصل. بشكرك يا عم كل سنة وانت طيب. أنا اللي أشكرك على الاستضافة الجميلة. الله يخليك. وهنسيب لك الآية تختارها ونسمع بقى الصوت العذب. حاضر. في القرآن من القرآن. وآية عن الحج بقى في المناسبة. يلا. طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم.